السلام عليكم. واحد الكيكه مع واحد الصوص اللي تغلي في الكيكات كتجي غزاله، نغير شويه فيها خيزو. غادي نقول لكم المقادير وانا كنخدم. هنايا درت 4 البيضات، واحد شويه ديال الملح قبيصه، كاس ديال سنيده عادي بحال الكيكه العاديه، هذه شويه مختلفه زدنا فيها خيزو. لا عندك القرقاع تقدري تزيديه، التمر كتجي زوينه، انا ما توفرش عندي، درت غير خيزو صافي. من بعد ما كنطربوا البيض كنزيدوا عليها عصير ديال الليمون، حتى هو كيتماشى مع خيزو، 4 كاس ديال زيت الزيتون او الزيت العادي اللي كتفضلوا، انا كندير زيت الزيتون. كنضربوها مزيان، بعد زدت واحد لافاني، خيزو على حساب هكا 3 ولا 2 محكوكن. انا تعمدت باش نخلي الطروفه شويه كبار، درتو في الحكاكه الغليظه، نتوما اللي كتفضلوا بغيتو ديروه رقيق بغيتو، هيا كيجي زوين كيعطي واحد المذاق غزال صافي. هنا بديت كندير الدقيق، دقيق عينك ميزانك، انا دخلت فيها 2 كيسان، هنا واحد الخماره 15 غرام، زدت الكاس الثاني، واحد معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي كتعطي واحد النسمه زوينه، صافي. من بعد ما كنطربو كندهنو المول، اي مول كان عندك، انا عندي هذا بهاد الجداد زوين الصراحه وتقال صافي. كندخلها للفران عادي طياب الكيكه عادي. هنايا غادي ندير لكم الصوص ديال الشوكولا اللي كنغلفو بها كالكيكات ولا مهم، كيجي زوين. درت كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، من بعد كنبدا نطرب. سهله هاد الصوص وكتجي زوينه الصراحه، كتنفع. هنايا كاس ديال كولاكاو اللي كيشربوا الدراري، واحد لافاني، هنايا زدت عليها كولاكاو بورو، هذيك الكحله بزاف شويه صافي. بديت كنطحن، كتسهل كديري كلشي في مره وكطحنيها، هو الشكل ديالو. تغلفي به الكيكه، ديريه في الكريب، في اي حاجه كينفع، كيعطي كميه كبيره الصراحه. هيا الكيكه ديالي وجدات، خرجتها من الفران صافي. غادي ندير لها هذا الصوص، باش ما كان عندكم تقدروا ديرو، انا درت لها شويه اللوز ايفيلي عندي، وانتم اللي كتفضلوا عندك كاوكاو ولا اي حاجه، عندك الشيكولا تقدري ديريها صافي. ودخلها للثلاجة على حساب ساعتين هكا، انا زربت عليها قطعتها باش نوريها لكم. صدقوني كتجي غزاله، واحد النسمه فيها ديال الخيزو وديك القرفه، كتجي فنه. لا عندك القرقاع عاد كتجي زوينه، انا ما توفرش عندي، داكشي علاش ما درتوش.
هذا هو الشكل ديالها. وبالصحة والراحة، نتمنى تنال إعجابكم، بارتجوا الفيديو اللي عجبكم، ما تنسونش من لايك وسبسكرايب، ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله، وسنة سعيدة على الجميع. خليكم مع الفيديو، مع السلامة.